قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. تزيد ولا بركه وبزاف عليا وبزاف عليا صاحبي سي معايا غير بلاتي ويلي ويلي خد الحاج معطي ولايا تاكل لك فلوس وشنو هي 1000 درهم داك الشيء اللي عند باك تعزيز معايا او لا نجمع شوف ما غاديش تجمع بلاتي ما غاديش تجمع وقف تما شوف ها هي 1000 درهم الاخر غادي نحطها يا تجيب يا تخيب كلشي عند النقطه غير اما تجيبها الفوق اما تجيبها لتحت النقطة جات الفوق اخترتي يا الخوادري طفل 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 سقلتها ولكن دابا ما غاديش نسقلها تجي تجي رشيد الف درهم خلينا اخويا ابو شعيب القمار الى خسر ما كيبقاش يعاود يزيد وطلق مني راه ما عنديش الفلوس اشنو قلتي ما عندكش الفلوس وهذيك 1000 درهم اللي كانت عندك في الجيب اش تسميها عندي ولكن باغيهم رشيد رشيد اصاحبي شوف انا سقلتها ولكن دابا غنجيبها وغادي نربح 1000 درهم غادي نعطيها لك ونزيد التزويره معاها ولا خسرتي يا صاحبي ما غاديش نخسر اصاحبي ما كتفيد عليا طلق هيا ولكن غدا ترد عليا طلق اصاحبي وبالك ما تفيد عليا فهمتي هاكا ابدا تزيد ولا بركه روض اخرى تسعيد يا الخوادري خسرتي صباح انت كتفيل عليا غادي تخسر غادي تخسر غادي تخسر صافي صافي تبقيتي على خاطرك غدا غترد لي فلوس يا سيدي غدا ترد لي فلوس غدا نعطيك فلوسك Thank you.
طويل. سمعتيني اش قلت لك؟ لو بغيتي تغني غني هالبوك ولا غني وداكم والله رانا مشاو تسمعوا كتلقاهم كتغني راه مغير دوك شيخه حقه حقه الصالحه ولا شيخه والشيخه عندهم هي اللي ما كتسواش. واش تسلغيتيني يا بنتي ولا بقايش هذا؟ هذاك محمد ولا محمد شتو راكب على بركي؟ والله الا راكب عليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تا داك اللي راكب عليه ديال الخدمه واش باغي تخرج عليها محمد وراكب عليه من لاطي من الفوق فين كنتي فين؟ راك تا هنا مشيت حركت عليه واحد شويه وجيت فين انا فين؟ واش ما بقاو بغال ما بقاو حمير ما ما ما, ما كاينش العود ديال الكرويلات ركب عليه تسخر عليه انت مالك عنزول مالك؟ واش هذاك العود ديال التكرفيس؟ هذاك مولف على الوطاق انت اللي سير كتجري فيه بهذا الحرط والحفاري واش باغي تهرسو؟ اه هو اش غادي تديها لنا غير في خدمتك اديها غير في خدمتك وباه ما تبقاش تقرب داك البرقي زيد هاك يا العود احقك يا فاطمة حقك يا زهرة يلا وسيروا صوبوا لنا واحد كاس ديال اتاي راكم عارفين با ما عزيزش عليها اتاي ديال السوق مالك ما تجلس تشرب عنا اتاي عب الصحة شربنا برا دو على راسك محمد وخلي عبد الرحمن يجلس يشرب معنا كاس ديال اتاي لا حتى انا عاد شربته ولكني ما شربتوش في وقته واش تاتي غنبداو نتشاوروا بغينا نشربوه؟ لا كلشي رزقك وتانيت خص الناس يتشاوروا معاك ع هو الوقت فاش شربتو اتاي كون مشيتو جبتو داك الفحل اللي ديتوه من الصباح وباقي ما جبتوه لا ما نسيناش غادي نمشيو نجيبوه على الناس ملي كيديو الفحل للناس كيخليوه تم راه كيبقاو حتى كيجيبوه معاهم على مال ولا برميل ولا برويطه مخليوني عافاكم في التجاره راني عاديش لا بطر في راسي ربي يقول الصالحه تدخل سوق راسها وشدي قرها وتخلي الخدمه ديال الرجال وتمشي دير الخدمه ديال العيالات وما تبقاش تحكم لينا في عيالاتنا وتنزلهم عبد الرحمن راه عنده الحق با واش الدريه ولات على سقفك وحتى من السوارد ديال الخزين وليتي دايرهم ليا في ديها والناس با في القبيله كلهم ولاو كيقولوا الحاج الكبير ملي ولد الصالحه انا ولد الرجاله وهنا ماشي رجاله با هاد الهضره عجبك صافي الله قولوا لي درك واش كون سكتوا واش الصالحه ولا الناس ديال القبيله ها ياك الناس ديال القبيله هما اللي كيقولوا هالكلام ايوا خليهم اللي بغى يقول شي يقولوا يا با ولاني حنا ولينا كنشوفوا عند التسع والشوار ولا لا شوار هي اش غيقولوا لنا الناس ديال القبيله حنا ما عندنا عقل ولا صيط فيه البرد ولا زعما حيت هي بنت السعديه وانا ولد فاطمه وهو ولد عائشه الله يرحمهم سكت لا تقولش بحال الكلام درك نلقاه مع وجهك انا ولادي راه ما عنديش الفراق بيناتهم والسعديه رباتكم اكثر منكم عمر انا قرات فيكم شي واحد قول قلت ديال تو وابا راه الصالحه ولات كدير لينا اكثر من مراد بانا اش ابا حنا رجاله وفخريه ماتنا تولي تحكم فينا دريه ما تقولش بحال الكلام هذا اللي قدامك شنو ماهوش راجلو رجاله راه كاينين واني دايرين بهم الشمايت ما لقاوش رجاله لقاو الخير عفاها في دريه صالحه نعم رخفي يا بنتي شويه على خوتك ولا عيالاتهم راه جاو تشكاو ليا منك ويني على نزل هادو ايوا مناش كيتشكاو ايوا قال لك لا انت كتحكميني في عيالاتهم وكتسخريهم وكتبهدليهم قدامهم
وقعدتهم غير من تحت يديك، وانت هي مولات الري الشهر وما كيشوفوا من التيساع. ومالهم كيشوفوا من التيساع؟ اللي قال العصيدة باردة يدير يدو فيها، ولا عدو شي ما يقول يقول. الصالح واش انا ما عارفش هاد الشي؟ انا عارف واش صحابين الدار غفلون، ولكن هذوك راه خوتك راه ماهمش غراب عليك، وراه قلوبهم بيضين، ها عيالاتهم الله يهديهم وصافي. والله هادي ما خلق، والله با كوني عارفوا قلبي من جهتهم ما يكرهونيش، بالعكس ينوضوا يوقفوا معايا ونوضوا يخدموا بالمعقول وبركه ما يتصنتوا لعيالاتهم. الحاج اهلا سي شعيب. اهلا سيد الحاج. لاباس؟ الله يبارك فيك سيد الحاج. اش هالمجيا ياك ماشي همزه ولا شي غرض كبير؟ سيد الحاج واش عيب الواحد يزور حبابه؟ لا لا، زياره الحباب واجبه. شوف سيد الحاج، انا جيت برجلي ما بغيت نصيفط لك حتى شي حد، في العشيه غنجي انا والوليد نتعشاو عندك وصافي. عارضين على راسكم. يا سيدي مرحبا. شوف هاب شعيب، الحاج المعطي راه ماهوش غير صاحبي، راه خويا باش يشهد الله. ابو عزق ابو عزق تازي، شو سير شد شي خروف جيد وتكيه باش في العشيه ان شاء الله سير. اسيد الحاج اسيد الحاج، انا ما باغي لا خروف ولا والو، في العشيه غنجيو ندويو انا والواليد وصافي. يا سيدي الهضره كتجيب الجوع، وخلينا سيدي الحاج معطي راه خير وسابقا، انا ما كندخل للدار حتى كتكون ذبيحه واجده، خليني باش انا تنشطني شويه ندير عشويه ديال الصواب ديال الحاج المعط. اللي بغيتي يا زيد الحاج في العشيه غنكونوا عندك ان شاء الله. الله يبارك فيك وسلم على ابو. وصل وسير عم شويه. وا محمد محمد نمشي انا وياك نتعشاو عنده الليله، السيد راه موجد وذبح. من امتى وليتي كتكلم بسميتي وتعرض عليا على الناس بالاخباري؟ ها من امتى دوي سيدي؟ لما بغيتيش تمشي انا راه راجل وقد باش نخطبها راسي. زيد يا سي بوشعيب زيد. مرحبا بك. ها الوليد كيفاش الحاج؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس بخير. لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله سي الحاج. والوجه اش معاك؟ يا ولد الحاج ما جاش. وعلاش ما جاش؟ والله ما عرفت، ما بغاش. كي ما بغاش؟ شوف سي الحاج، انا راني ناول معقول وانت راجل ما تتبغيش تخشيش، انا جاي طالب وراغب وبغي نخطب بنتك الصالحة، ولكن الوالد ما بغاش. يا ولدي الحاجة اللي ما بغاوش الوالدين حسن الواحد يتركها تيدير الله ما دار. سيد الحاج انا راجل. يا شو ولدي انا ما عندي ما نقول لك، بوك ما بغاش دير تتا بناقص، لا تكونش مسخوط، تبع راي بوك. هاكا وهادشي اللي نقول لك. يا برك تتعشى معانا. برك ما بقاش. هاد الولد خليني نخرج عني كيتسناوني، والله سيدي لا خوستي حتى تقول لي علاش ما بغيتيش تخليني ناخذ الصالحه. انت وداك صاحبك متفقين عليا. لا ما صالحاش ليك، ما لايقاش ليك يا ولدي، راه ما لايقاش ليك. كيفاش ما طلقش ليا غير هكاك؟ ما بغيتي تسمع اش غنقول لك. زيد قدامي، زيد لهنا، زيد. بارك الله بارك الله فيك. بغيتيني ندوي في الصالحه ليك ولا ها؟ يا واحد تكون بحال زياد وتكون راجل وخدام بدراعك
ومقابل رزق بوك عاجي وتجوز. اسمع اش غادي نقول لك، الحاج الكبير ما غاديش يعطيك بنته. سمعتي انت قمار وسكيري، وقعدك الرزق اللي عطاني الله واللي جمعت واللي دفعت فيه دم جوفي خدمت تفرتك فيه في القهوة. ونزيدك واحد القضيه، الصالحه ما غاتبغيش تتزوج بيك، ما باقيش يا راجل اللي ما كانش يمد يديه في التراب غير هكاك. اي هكاك واخا سيدي، انت غتشوف على عينك، راه اللي غتدوزوا عليا هي في الوطيه انا غندوزوا عليها في الكديه، وانت غتشوف على عينك. وحضي معاه يا دوزو، حنا غنشوفو غنسخو الوالدين. شتو اختكم صالحه يوميا كتخرج في الليل ملي كتكون القمره داويه، وكتعطل في الباب ديال الدار، وكتبقى تغني في عيوطها. راه تسرعها عليها با ابوك هو اللي خارج عليها، يضل يعلمها في العيوط حتى ولات حافظه الكلام اكثر من ديال الشيخات. واه يا ناري، وانتوما مالكم ما تسمعوا ما تفهموا؟ دوي اختي زهره دوي، شتي هاد الخروج اللي كتخرج دركا اختكم في الليل هو اللي منو غادي نعرفوا كيفاش نتفكوا منها. خاصكم عا شويه ديال العقل. زهره انت علاش ناويه؟ باغي نتفكوا من هاد الدل وما نبقاوش تحت يديها. زهره راه الضفر ما كيطلعش من اللحم، والصالحه راه خوتنا. وشنو باش تبقاو شميت قدام الرجاله؟ الدريه باقا ما طلعت من الارض وكتشطح فيكم بحال القروده. شنو حنا مجوجين بالرجال ولا بالعيالات؟ راه يقومونا يطلقونا. الله ما مطلقين في ديور والدينا ولا عبيد عنده وحده مرا. اسمع علال، غادي تلبد بعيد، ومن غادي يطيح الليل غتدخل عند الصالحه غتلقاها كتغني في العيوط، غتدخل وغتعيط عليها غير بشويه. هي راه ما كتخافش، غتقولها بلي خوتك كيخونوا الزرع والقمح والشعير، ويلاه نوريك فين كيخزنوهم. وملي بغيتي تمشيو للخزين ديك الساعه غادي نجيبو الحاج الكبير وغادي يشوفك انت وياها، وغادي نفتحوها ونتهناو منها. ياك محمد؟ اي هو هذاك. ياك انا ما عندو ما يوقع ليا في هذا المنير. انت ما توقع لك حتى شي حاجه، غير تبع كلامنا وما تخافش. واخا هاك خذ لك البركه هذه، يلا توكل على الله. يلا بغيت تقول ومن عليا بعدا عليك لام عندوي خوتك لاله الصالحه. تا كتعرف سميتي وتعرف خوتي؟ هي كنعرفك وكنعرف خوتك وكنعرف حتى الحاج الكبير. انت ولد القبيله؟ لا لا خليني نكمل لك على جيت. دوي مال خوتي؟ خوتك كيسرقوا الشعير والذره والقمح لبواك. كلام كتابت ولا عداوي؟ وتي واش انا جاي نتهمى في هاد النصاصات الليل باش ندويو؟ ولا جيتي عندي انا؟ واش عرفتيني انايا خارجه في هالوقت؟ انا كنت جاي عند الحاج الكبير.
حتى الحاج كبير مالك ما جا عدو بنهار، مالك جا عدو في هالليل، ما خدتش من الكلاب؟ حيت في هاد الليل غادي يسرقوا شي شعير وغيبيعوه لشي حد من الدوار، وبغيتو باش يشوفهم. ومزيان اللي لقيتك انت بعدا. عندك الصح، مزيان اللي لقيتيني، نمشي معاك نحصلهم قبل لا يسيق با الخبر ويجي عليهم من الدار. بلاتي بغيتي نمشي نلبس عليا شي حاجه على السمره ونمشي. بدر ما درك رجالات، ها رجاله باغي نتهموا خدكم بتهمة ما كايناش، اش غادي نقولوا الله؟ ها فضحتونا، غادي نتفضحوا روسكم قدام ناس القبيله، عندكم تسحبوني انا رانا راقد ما جايب اخبار. رجعت عندي الصالحه وقالت لي كل شيء كاع هذاك التنوعير اللي باغي نديروا الخبيط اللي خبطته في الدار باش انا نفيق وما لقاهاش وباش شوف ربات شافي مشاك الله. سيره صالحة بنتي انا مفرشك برضا ومغطيك فيه، انا بغيت علي لها عليك شي باطل عيسل هادي تغرق لي الاخرى. وانت شوف العاقبه ديالك انت كي غندير تنعاقبك دوك؟ انا ولادي ما عاقبتهمش، ولادي ما ربيتهمش، ما بقى على ربي كتر نهار الله خويا لما تفرقوا لي مع ما حال. عطوني شي ساعه سيروا دبروا تابعين عيالاتكم، سيروا تبعوا عيالاتكم. يلا سير انت شوف هاك وما عطاوك فلوس باش تدير هاد التنوعير كله للبنت ياك؟ شديتي الفلوس باش تدير سيئة وتشد في بنتي الزور، وانا عطيتك فلوس باش تدير حسادة، ولا مشات تخرج هاد السر وهاد اللي شفتينا رانا نجيبك ونكتفك ونقتلك قتيل الشفاعة. يلا محل قعد. يلا امشي أولدي يهديك الله، الحاجة اللي كدار بلا الموافقة ديال الوالدين راه ما كيسهلش فيها الله، راه ما كيجيش فيها التيسير. أنا ما محتاج الموافقة من حد، والصالحة غنتزوجها بغيتي ولا كرهتي وغادي نشوفو. باش غادي تتزوجها مالك الجبع عندك ديال الثور؟ سير كون كان جبتك قد خدمتك وراه لاباس عليك. شوف أسد الحاج، قلت لك غادي نتزوجها، غادي نتزوجها وغادي تشوف. أسير كلام تزوج بها، أنت تشري ليها فيها. سير الحاج. ويلي مال حبيبي مالو عليا لي بندير حبيبي
مالك شتك ما عجبتينيش؟ والو بنتي هذاك المسخوط ديال بوشعيب داير البوحالة عليك، ما عرفت مالو، ما عرفت مال بوشعبل ولا مالو. داك راه فات الهبل اللي مخلي علي يترجل ويجلس يعاون بوه، بارك النهار كله يدور في المدينة، خسر فلوسه في القمر، دا الخير تا في دارو بقى يديرو فيا أنا. با وابا بغي نطلبك واحد الطليبة، رجع الدراري أنا مزوقة فيك. الصالحة عافا بنتي، لا مابقاش تجبدي لي الموضوع ديال الدراري، راحنا دوينا فيه، خليهم يتهرسوا راسهم شوية تابعين عيالاتهم تنشوفوا واش غادي يديروا مو عيالاتهم، خليهم تا الوقت ويرجعوا. وبزاف ابا صافي رحنا دوينا خليهم. ابا هادوك راهم ولادك وخوتي وتا هما ما عندهم منين يعيشوا، درك اش بغيتي يقولوا علينا الناس؟ الحاج الكبير تفركت لي العش. والصالح واش بغيتي تشعل العافيه عاوتاني؟ خلي العافيه بعيده منا، خليها تولي شاعله اكثر مما كانت شاعله، خليهم صافي دابا خليهم خليهم صبري واحد شويه، صبري عليهم شويه يترباو شويه وانا غادي نرجع دابا يفتح ويصبح. خلي صافي ابا وصافي كلمه واحده رحنا قلنا لك يصبح ويفتح، وكلمه بوك راك عارف عنده كلمه واحده. يا كي جاك حالك؟ ها؟ عجبك شراتك درك؟ ولا الحالة عجبتك؟ لا ابويا لا، المجية ديالك خلاتني نغرق في الأرض كاع. منين تغرق في البحر؟ ما منيش أنا ابويا والله ما مني. ومن من؟ لا من ذاك المزغوب ديال عبد الرحمن ومراته هما اللي كانوا كيعمروا لنا في دماغنا توصلوا لهاد الملاحق هادي. عبد الرحمن تبقى يتبعوا الناس، هاك الهبيل تبقى نتبعوا. قالت تا الشوفة اللي تيساكن في الخرب، عجبتك الحالة درك محشمني قدام الناس ديال القبيلة؟ أنا ديال هادشي؟ ديال هاد بحشيمة عمرني خسرت لكم شي حاجة؟ يا كطلبوا الحاجة وكنجيبها مضوبلة داكشي اللي كاين. ها نجي عامر من السوق حسن من الناس. هيا ابويا وديروا عقلكم، ديروا عقلكم، الصالحة راه اختكم، راه ماهيش برانية عليكم، راه ما تدوزكمش هادي. سير دير عقلك وسير هزك الصراك، عاد عطمرتك ولادك وترك خوك حتى هو يجمعك العيشورية ولادو ودوزوا لخيمتكم بركة من التخربية. واخا ابويا واخا، ربي يخليك لينا ابويا. واخا ابويا دنست على لي جو. ايه بغيت ندوي معاك وقول بعدا السلام عليكم. النهار اللي جيت مسلم ما بغيتيش بلا سلام، واقيلا احسن. ما كاين باس، كاين باس اسيدي بلا سلام. قول اش عندك يلا، اش باغي تقول؟ دريه صالحة. ايه الصالحة رانا قلت لك بوك لا بغاها هو يجي يخطبها. ورينا سيدي بوها يجي بو يخطبها. الدرية بلا بو حتى انا غنخطبها بلا بو. انت شكون لك ما عندها بو؟ انت انا راه بوها. انت ملي جبتي الكلام شكون اللي عاود لك هادشي؟ شوف هاد الحاج الماضي كيفضح مولاه، ساب تخبيه ساب تخبيه، كيجي النهار فاش كيتفضح. انت سير هادوك اللي قالوا لك هاد الكلام راه كيضحكوا لك، رانا هو بو الدرية. وشوفها والله القسم باش كيحلفوا الرجال الحرار ومشى تخرج على الكلام وقولها وقول كيتو عاد شي واحد يا لما نعلقك بشفار عينيك رانا مسخوط والدي بحال. لو سمعني مزيان، سمعني وفهمني، غادي تعطيني الصالحة يا تبارك الله، ما غتعطيها ليش غنعطيك من هنا سوقين، غادي نفضح السر وديك الساعة شوف اش غدير مع عبد الرحمن ومحمد فاش غيسرقوا الخبار. والله لا خلاوها لك هنايا في الدار هي ولا ديك السعدية، وفهمني مزيان. الحاج انا الشيطان ياك لاباس، غدرتيني يا الحاج ما عطيو فضحتي لي السر ياك. ها هادي الصحبة هي ما كتعرفنيش، انا ديال هادشي ها انا ديال الغدر. ايه واخا ما تاش ديال الغدر، ما تاش ديال هشت، هالسر بيناتنا احنا ثلاثة انا وتا والسعدية، ودركا ولا في راس بوشعيب. شكون قالوا لي العفاريت؟
انا الشيطان الحاج وتهدن تهدن الصحبه ديالنا عندها 40 عام 40 عام الحاج عمرني ما نويت باللي غادي يجي شي نهار وتضن فيا الغدر وتنويني بانني سالك نبيع صحابي ونغدرهم واخا ما نعرفش يقول لي وحيد لي المكحله حيد لي بعدا المكحله نضر حيد لي المكحله وخلينا ندويو واخا انا محيد المكحله من جاب هالاخبار ها اسمعني الحاج كبير هذاك المزغوب ديال المشايب الصالحة راه دايرها بعينيه وراه هو واخا يعرف يبيع مو بوه باش يتزوج بها شوف الحاج غنقول لك واحد الكلمة ديال المخي وحق العشرة اللي بيناتنا وياك تجي تلومني شي نهار وتقول لي والله مشى تقرب لي البنتي وحط غير سبعه الصغير عليها يا لما نحي فوق رد راه ما قلت لي بالحبشية الله يرحمه على الخلا انا علمتك انا على الشيطان الحاج الله ينعل ويحفظيها يلا والحاج صافي يا سيدي على الصلاة على رسول الله والحاج تنعل الشيطان الله ينعل ويحفظيها شي اصل ولا ما تكسبوش انا درت داكشي اللي خاصو يدار الا ما قلتليش يدو ما غاديش يعطيني البنت لمن شبهتي قول لي لمن شبهتي خرجتي ليا من الجن انت ما بغيتينيش نخدمها وهذاك صاحبك ما بغاش يعطيني بنته وعلاه مالها غير هي مرة اللي في هاد القبيله ما حشمتيش تفضحنا هادشي اللي قال لك هذاك الراس السر اللي لفات واحد كيت تفضح ومازال غادي تشوف الا مشى حتى ما بغاش يعطيني بنته غادي تشوف على عينيك غادي تشعل العافيه غادي تشعل العافيه في هاد القبيله كلها والنار اللي غادي تشعل راه غادي تحرقك انت الاول انت وليدي ابو شعيب صقع وعمرك واقف على راس قصبه دابا تندم ولدي كل شيء الحاج مالك مالك سيري تنعسي ما مالكش سيري قولي مالك الحاج تعرفي مالي ايه عييت على لما نتهرب على ذاك الحاج ولا كيلقاني وتهدد عليا في الخلا وعلاش غادي تهدد عليك مالك واش عدو ما يقول عليك عدو ما يقول لا لا قال ما عدو ما يقول عدو ما يقول ما عدو ما يقول تاتا وايلي بغيتي تعرفي اش عدو ما يقول ايه قال لك انا الا ما عطيتوش الدريه غادي يمشي لعند الناس ديال القبيله وعند ولادي وغادي يفضحني وغادي يقول لهم هذيك الصالحه اللي بغيت تعطي انا جيتي بها انت حامله والله ما عندك خبر ويلي 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 ما يكونش الحاج اللي معطيه هو اللي قالها لي راه هادشي هو اللي غيسطيني وحيرني وغادي يخرج لي على دوبتي
مالك اش عندك؟ علاش كتبكي؟ عذرني راسي وما صبرتش. صالحة؟ ما تكذبيش على باك، قولي يا بنتي اش عندك؟ با مرة قلت لك با عذرني راسي بغيت نبقى بوحدي. سمعت هذا الكلام ديال بغيت نبقى بوحدي، قولي لي بنتي اش عندك؟ هاي انا بغيت نرتاح. صافي 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 يا بنتي بلا ما تبكي صافي. صدعتك انا خارج. شنو الحاج؟ ها؟ تما طلق هيا فيها ريحة البارود، ولكن حتى هي مزورة ياك بحال بنتك مزورة. شكون شحال؟ ما تقولش بالتليفون أمك ولا غادي اش غادي ندير يا حاج؟ تحسني؟ كان عندك السلاح في يدك وما قدرتي دير به والو، ولكن أنا ما غاديش نقتلك، ما غاديش نقتلك، حيت أنت نسيبي وبو مراتي ومازال محتاج بيك. يا ولدي بحايبة عندك الزهر خطاك البارود، أمك وراك مجبد درك باش يدير لك كيفاش تقول لك الكلام. شكون اللي غياكلوا الكلام دابا؟ ها؟ ادوي. لكن لا ما غاديش نقتلك، بالعكس انا محتاج لك ومازال عندي بك ما يدار. اش باغي دير كاع؟ هاك انت غادي تعرف
وعقل عليها الحاج. با بغي نتزوج وبو شعيب كما كان الحال راجل واخا قمار انا غادي نقادو غتهنى. واش غتقادي فيه؟ كي غديري ليه تيتقاد؟ كيفاش غديري ليه؟ سمعي بنتي هاد الهضره هي اللي عمرها ما غادي تكون وما حد يحي عمر هذاك المجرم ما غيقرب ليك. تراك بنتي وعز ما عندي ولك لك دور لك شي حاجه في مخك حيديها من بالك. راك بنتي بنتي بغا بغا اللي بغا وكره اللي كره وما حد يحي ما غاديش يوصل لك تيزوز على كناستي. ابا الريح ملي كتهيش غتحضر وخليها تدوس. الريحه بركه طيح شجر صافي بركه هرس هاد الشر وخلينا نتزوجوا وبوش عيب راه ما غيهدنوا غير الجواش. واش تبغى تصدني ولا مالك؟ قولي لي يا صالح واش باغا تخرجي عليا؟ ها قولي لي واش انا ربيتك وكبرتك ونجيت للخر ونمدك بيدي انا نهزك ونعطيك السلوكي فرسك؟ با غادي نتزوج به الدراري يضحكوا علينا. كبرنا ما بقات عندنا صحة ولاو يديروا بينا ما بقاو. الوالية يدي ولدك الوالية يدي الحاج المعطي عرفتي بحال اش دار لي بحال جات عدي ولح لي العافية على وجهي. يا كابر كابر ربما يهدي الله والزواج غادي يرجعوا للطريق. اللهم هكذا ولا نفضحوا سرنا ونوليو فكايه من وحلتها الصالحه بعقلها وغادي ترجعوا للطريق.
خاكك الحاج معطينا راه ما نبرد وما يهنا لي الخاطر تنعرف شكون هذا اللي فضح لي هذا السر. مرحبا بكم مرحبا بكم. حاج يا سيدي الله يجعل كل شيء بارك مسعود. الله يبارك فيك. اللي تسالي مع هاد الناس وتفضي وتفركي هاد الشقله دوز عندي المحل ان شاء الله. لا طال نطلبوا من الله يعفو عليهم من الشراب ومن القمر يتهلا في مرته ويدير وليدات. هذا الشيء اللي نطلبوا. حاج المعطي الحاج المعطي انا رانا باغي نعرف داك الشيء اللي ما عارفوش. قلت لك المعطي وحل اليد وحل الالف والله ما جبدته من نوعك شيء عبري شيء نقول العرب هذا والله بيصلح لي حلقة الشح عبرت عليه مو اي دي الباطل مشات خديج مشات هذا سيدي قالت لك بغات تشوف الفاميلا ديالها جات بقى شايف عبوش عبرة تلقاها انا كيدا القفشي بيتني خليت لك الدعاء الساعة وتبرك أسوأ الكبير وتبرك معنا تحنا مقصري مالك أشهد خليني مشي المعطي والله القسم رمزي العيالة يكونوا في المحل وأنا من نهار ما تلي المرأة وأنا ما حيلتي لدى ما حيلتي هذوك الدراري والله القسم ما لقيت من يقال هاتي شعد كيدق سادية مالك يا بلافز باخت بيا ودعمتي ما صبت فين ندور وجهي وجيت لعندك باش تحامي عليا ملي مات والديا ما عندي حد اللي غادي يحن فيا من غيرك. تكلمي قولي اش كاين. العربي تفلى عليا وقال لي غادي يجي يخطبني من عندك باش يتزوجني الساعة ضرف كلامه ويلي الله يهديك ولي اللي يرد ابوه. انا نزوج بنت خالي المحسن منه ما لغاه هو اللي كاين في القبيلة ولا ويلي تنتي الله يهديك. أنا فعلك يا ولد عمتي لما تسترني استر عاري. سادية اش بغيت تقولي؟ استرني يا ولد عمتي أنا غير مرأة ما كاينش اللي غادي يحمل عليا من غيرك. أنا حاملة ولد عمتي بعد مني قليل تحيا باغا تبرغي لي وجهي في التراب ما حسبتيش تبلى عليا قال لي انا غادي يحرت ويجي يخطب مني ما درت فيه ما لقيت فين ندير وجهي كبير يلا معايا سير عليا الدم يلا سير عليا الدم تنشوف اش دير مع هاد الشبات هذا يلا بعطي مني با في ماشي ديني معاك سير خطو لكم خلو عليا تاخكم كبير يلا معايا أمانة ما نخافوش هذيك المرة اللي تفليتي عليها ولحتيها بكرشة اش قال لك راسك ها ما عندها لا ما لا بو ولا اخوه ولكن عندها ولد عمتها ودروك غادي تزوج بها دروك سمعتي كيفاش زعما زين زعما باغي تخلعوني اتق الله العربي واش نخلعوك انت مالك وليتي تسمعوا نود كسر الشر ونود تزوج بالسيده واش بغيت شي طرا الوحده تكون اختك ولا من فاميلتك
كسر الشر وتزوج بالسيدة ومريضنا ما عنده باس. هذيك المرأة وما كنعرفهاش وذاك الحرام اللي في الكرشة وتمشي تشوف شكون ربه. اتق الله العربي اتق الله. تعبوك كيفاش شوف المعطي خلي الناس ريح عمرك المعطي ريح هادشي راه كيتفك عليك المعطي قبل هادشي راه كيتحلى مش تدري ايش درتي يا كبير ايش درتي؟ ايش درتي؟ ايش درتي؟ اشنو خليتي تفضي معاك المعطي ولاش؟ هذا اشنو؟ ها؟ مالي ايش درتي؟ مالي؟ يلا قول لي مالي ايش درتي؟ واش غندير في هذا المصيبة؟ واش غندير؟ قول لي انت ايش غندير؟ قول لي انت ما انت ايش قلت لك اش؟ انت اللي جايبني هنا قول لي ايش غندير؟ جري 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 في الكرويلة ايش اللي جايب الكرويلة؟ انت ايش بغيتي الكرويلة المعطي ايش بغيتي؟ تحسين جيب الكروين ندو ندفنو في شي خلا ونقوم نتفرجو فيه وتحسين هنا تحسين واش ليه من فمك بوك معلقك من شفع عيني سمعتيني ما سمعتيني ولا ما سمعتيني يلا هيدا لي سرعت أجيني شوف تقول شي حاجة لأمك ولا لشي حد آخر راني ندفن بوك حي والله يا بوك تندفنك حي سمعتيني ولا ما سمعتينيش يلا سرعت هيدا لي سرعت خد شنو درك عرفتو انتي ولا شنو؟ ها؟ وين ملي كنت جاي؟ شوف ها محطي ملي كنت جاي بان لي بشحال ولدك غادي كيجري في الظلمة. تا هذاك راه مشى لدار جدو يتسخر. ها المعطي المعطي هذاك يكون جا هنا وشافنا ولا شي حاجة. حتى اش عنده ما يشوف؟ اش عنده ما يشوف؟ قلت لك راه مشى لدار جدو يتسخر. هز معايا زيد زيد. تا زيد هز. غايكون كنت حاسبه راجل وغادي يكتم السر. ساعة خرج لي فالصو فالصو الحاج فالصو. ولكن علاش ما قلتيش ليا هادشي في الوقت ديالو؟ واش بغيتيني ندير؟ نجي نقول لك راه شاف ما درنا؟ دا ولدي هذاك الحاج وخاصني نخاف عليه. اشنو زعما؟ اشنو؟ خفتيني زعما لا نساني معاه باش ما يفضحنيش ولاش؟ ها؟ حتى انت راه عندك الاولاد ومجرب حر الكبده انت الحاجه تقتي فيك كبير ولكن بوش عيب ولدي من دمي ولا عمي ما نبغيش ليه الاهدى
محمد شنو كاين؟ شنو كاين تاني عبد الرحمن؟ كونها قلبنا عليها انا ما بقى فيها ما يقلب عليها. عييت واش كتفهم شني عييت؟ عييت ليله كحله هذه ويلا نقولوها لبونا. عبد الرحمن واش تحتك شي عقل ولا ما كتكسبوش؟ بكره مريض واش بغيتي توصل لي هذه الخبر هذه تزيد تمرضه غادي يقولك ثاني عاود سير وقلبوا عليها في كل قنت. فهمتي كلامي ولا فهمتيش؟ والله ما عرفت اش ندير حتى انا ما عرفت من ندير. واخا كديري هنا الشريفه كاع الناس نزلوا ما تنزليش تدير ما يدي حد هنا ما عارفه فين نمشي. قول لي عندك شي مشكل؟ ايوا انت عرفت شنو غدير رجعي لور نسيتها الصباح. الله يرحم والديك سيدي الله يخلي لك مازالك. والدينا والديك ما كاين حتى شي مشكل.
سيد صغار سيد عيسى سيد بين انتي ماشي من هنايا لا خصني شي من هنايا هو نوطي نوطي الله يمعي ودي الله خير نوطي الله يرحم والديك السب بلا بلعك دبك سيري خليني هنا يا بتي عنودي نوطي كنا دزنا من هالطريق عنودي زيدي مرحبا بك سميتي حسنة انتيا انا اسمي صالحة زيدي الصالحة مرحبا بك زيدي دخلي ما تحشميش زيدي ياك ما هربانة الصالحة باهو جوجوني بزز كيفاش باهو جوجوني بزز وهربت ليك الحرس الله يستر تحد ما خاطين المشاكل في الدنيا واش غنقول لك الا بغيتي تجلسي معايا مرحبا بك واكله شربه ما يخصك تا خير بالحق عمي كون تابعك لصداع على مشاكل لا 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 ما كاين تا مشاكل ايوا اش غنقول لك انا راه خدمتي داخله خارجه وانت غادي تجلسي هنا في الدار ايوا اش غنقول لك حسبي الدار دارك ومرحبا بك صافي الله يكثر خيرك وحيدي حيدي عليك الزيف وحيدي هاد الرزمه سمحي لي ما عرفتش شكون اللي كيدق زيد ما بقى هاد شويه كريز زيد ويلي كاين شي قصه عرب لا صداع ايوا هاد كيسو صافي رشي داك نهار الجيران جاو طلعوا لينا دخلوا صالحه شكي حل فمك مال لا لا هاك نشوف صافي ايوا لا لا هادي راهي الفرقه ديالي غنقدم لك سمياتو هادي الشيخه سعاد وهاد الشيخه باقا جديده باقا ما كتحفظش ليا سميتها سميتي يامنة متشرفين نسمي الصالحه متشرفين ايوا هادي لالا الصالحه من الفاميله ديالي جات عندي من العروبيه وغادي تجلس معايا ياك الصالحه ان شاء الله ومرحبا بكم ديك عطول انت دي معايا الحاج حاج كل شي حاجه بقول انت فين تمشي قبيله فرتكتيها وما زال زايد فيه الحاج مليوح في دارو انت مليوح هنا الدرية ما عرفناش من قرينا مليوحة فيها تالي نجي اش بغيتي ندير اش بغيتي ندير قولي ولي شوها في وسط القبيلة الى ما جبتها لك حتى لهنايا وغادي نمدمد العنيفة في التراب لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله شربوا عتاي بنهار بضد ليه مولاتو وانا الله ينجيني عندي الحكم عليا حبيب ما سخابية يا وليدي يا وليدي يا وليدي وانا غنمشي للكوزينة نشوف العشاء ونشوف الصالح ورجع بضد ليه مولاتو وانا الله ينجيني عندي الحكم عليا
حبيب مسخبيه يا وليدي. انت هادو شيخات هادو لطبيبات ديال السنان لوا بالراحات عيطها سهله اليوم الله الا ولا من وليت والو تادو عيوط وتادو شيخات هي على الصالح التريويشه انت اختي شعرفك في شي عيوط ولا شي شيخات انا قلت لك اهوا هوا هوا يا مالي يا ربي مالي اهوا هوا هوا مالي من دون الناس اهوا هوا هوا يا واحد في منك هاني اهوا هوا 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 انا بيت الساس اهوا هوا هوا ويتونا ويوا محنتونا ويوا ويتونا ويوا واجيني يا الحبيب هوا 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 ملي وصلنا المدينة اهوا هوا هوا يا تما بضرب المدينة اهوا هوا هوا يا وصلنا الكراج علال اهوا هوا هوا يا تما الزرع الشكال اهوا هوا هوا ويتونا ويوا شقدتونا ويوا ويتونا ويوا واجيني يا الحبيب شوف احسنا اعطيه فلوس اللي كان سالك الله يرحم باك احنا دابا ماشي في هادشي سيري ارتاحي راه باقا لك واحد الساعه وطلعي تغني ما طالعاش حتى ليا فلوسي وشنو زعما جيتيني حتى دابا بغيتي تلوي ليا يديا انت عندك الفلوس مبغيش الشاطين انت طماعه ديما كتاخذي اختك اكثر من قياسك ايوا جات معايا ايوا انا ما عديش وما عاطياكش وانت ما طالعاش ما خداماش مالكم على هاد الصداع دابا سمعوا رسالكم طلعوا تغنيو ما طالعاش حتى تحت ليا حسن الفلوس اللي كانت سالك هادشي ماشي شغلي انايا هذا شغلكم اللي يهمني هو انكم طلعوا تغنيو وراه الا ما طلعتوش راه عمرتي وحده ما تحط لي انايا ياك كتلوي لي يدي وعارفه ما عندي فلوس عاود دير مخك حط لي فلوس عا باش نطلع اش نعاود مخي وانت اختي حطاتك شي طوزي دي خلفها مع الطريق ما نخص على هاد الخدمه كاع اللي خدم بوها هي الاولى ياك اخويتي عندك الحق انا اللي نستاهل جبتك عام الزناقي كنتي عام قرده وعلمتك الصنعه تي على اللو مولاتي وتعرفي تغني وتاع عسريه ويلي ما قلت ساديه ويلي ما قلت ساديه ويلي 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 انا سادي ويلي انا غديتي ما تخرج لي على رزقي ويلي ويلي اختي حسنة اختي حسنة صافي اخوتي ما تبكيش انا غادي نطلع نغني انا الواد في المالي شكون يبقى حاضر والعزر عين عليك خلي الكيمياء خليني نبكي خليني نشكي على الزير شكي والفعل مول كمية خليني نجد ولي السيد احمد واللي زاروا مني كذا تمنى العلوة تمدى وزور شكي بصوري على كتب وطلبي ومرز اسكت جابها ربي في وقتها صوتها زوين يلا هلا الله يا الصبر يلا شتي هاد البنت الخبز وجابك الله تلعب فمك وخاصها تكون هي نجمه ديال هاد المحل ولا فرطتي فيها غتمشي لبلاصه اخرى ديك الساعه شو شكل بقى يجي الكامل فين غادي تهربي يا الصالحه دابا فين غادي تهربي انا وراك وراك والله بعدت مني واش عيب على ما شفت لك البوليس اش غادي تقولي للبوليس اش غادي تقولي لهم غتقول لهم بغيت نقتلوه تعفلت منا ها شوفي يا الصالحه انا كنبغيك كنبغيك واخا بغيتي تقتليني الله يسامح دابا يلاه يلاه رجعي معايا رجعي معايا نرجع معاك كيفاش بغيتيني نرجع معاك انت على ود المراه على ود المراه فضحتي سر بوك شتي انت على مصلحتك راك تبيع تبيع اللي وراك واللي قدامك كيفاش باغيني نأمن لك كنت نفكتيقا؟ الوجع 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 الصالحة الوجع قلبي غيتقطع الرجل أكبر من الوجع وكبر من القلب اللي غادي يتقطع صالحة فرقني عليك مش عيب ماك مع الدرية ماك مع الدرية يلا خرج عليا من هنا خرج عليا من هنا وما تعاودش تحط لي شي كراية
يلا زيدني انت مع صحاب هذيك الفيستير. زهرة فاطمة جي عندي وحدة لهنايا. أنا لا أستطيع. أجي عاونيني في باكر الحاج وقعدوا باش نعطوه ياكل. انت كتبكي على الصالحة وانا نبكي عليكم بجوج. الحاج اللي عطى الله عطاه وتبقى شي مقابل هذاك الباب راه حتى حاجة ما كاينة. احياني على الصالحة واش غادي ترجع لينا. ديها فراسك ديها فراسك باش تبرى وديك الساعة سير قلب عليها براسك.
صالحة صالحة ما عنديش الصحة باش نجري وراك. جلسي جلسي. لا بغيتي تمشي تجيب الحاج الكبير يشوف الحرامية ديال بنتو فين خدامة تما غنسالي معاه في خطرة. خلي لك با في الثقة راه مش عيب، ما تجبدوش على فمك. مازال كتقولي عليه با؟ با ما يحيدو لي حد. واخا عارفة بلي ماشي هو باك؟ عارفة، واني با هو اللي كبرني ورباني على يديه. شوفي يا الصالحة رجعي معايا للدار، رجعي معايا. أنا راه راجلك بالشرع والقانون، راجلك راجلك ديال بصح. لا باك هو باك ولا خوتك هما خوتك، أنا راجلك بالشرع والقانون. الشرع والقانون ما يبزز على حتى مرة تعيش مع راجل ما بغاهاش كلبها. اسمع نقول لك أبو شعيب، راه والله وتقرب ليا على ما كملت لك على داكشي اللي بقى، وأنا تبريت منك. جلسي بنتي تفضلي. شكرا سيدي. بغيت نسولك بنتي، أجابك لهذا الشيء؟ مكتب الله وصافي. ما يهمش، كل واحد فيه اللي يكفيه، ولكن بنتي أنا ما نكرهش نربح الفلوس معاك، ولكن وجهك ماشي ديال هذا الشيء. اش غادي نقول لك سيدي؟ حسنة جميلة كبيرة عليا، جمعتني من الزنقة، إوا ما نقدش نسمح فيها. أنت اللي تعرفي، صوتك زوين وفنك راقي، ولكن الكباري ماشي هو الطريق الصحيح اللي يوصلك. شوفي طريق أخرى أحسن ليك وأحسن للفن ديالك، وخذي وقتك ولقي لك شي طريق ما أحسن. الله يدير شي تاويل ديال الخير أسيدي، الله يرحم والديك. سمعتي عجبك؟ لو بغيتي تغني غني على البوك ولا غني في دارك. وهما انا مشاو تسمعو كتلقاهم كتغني راه مغير دوك شيخه حقا حقا الصالحه ولا شيخه، والشيخه عندهم هي اللي ما كتسواش. واش تسلغيتيني يا بنتي ولا بقايش؟ والله الا كون سحب ليا بحال هكا كون شحال هادي صيفط عليا ديك الطماع. عندك الصح، ملي دخلت الصالحه للفرقه تقادت الوقت وحتى الناس ولات كتبغينا اكثر. الصالحه مالك؟ انا كاينه واحد الحاجه مطيره ليا فرشده، ما غاتش نبقى نمشي نغني. الله يا اختي الصالحه اش كتقولي؟ وشنو هي الحاجه؟ كاينين شي ناس ما مربينش وكي يبقاو يقولوا شي كلام خايب. ويلي تتيا ما تبقيش ديها فيهم. ويمي اختي حسنا راه ملي كنسمع داك الكلام راني تندوخ وكنتلف وما كنبقاش نقدر نغني. لا لا ما كيعجبنيش الحال. دابا بنيتي تولفي. السلام عليكم. اللي عملك صاحبي تعطلت هذه ساعه وانا كنستناك. انا جيت دابا الله يسمعنا كلام الخير. ايوا جلس بعدا غنهضروا. ها هو جلس. تشرب شي حاجه؟ ما نشرب والو. اسمع رشيد، انا بغيتك على واحد المهم تقضي معايا واحد الغرض. اعطيني فلوسي بعدا عاد باش نهضروا. رشيد رشيد يهديك الله. شوف غتوصل معايا واحد الامانه غير نوصلوها غنعطيك فلوسك وفوقهم الحلاوه بحال ديك الحلاوه اللي عطيتيني ديك المره. انا ما فهمت والو دابا. انا صاحبك ولا لا؟ صاحبي وبات صاحبي، ولكن عطيني فلوسي. واخا سيدي فلوس كتاخذهم الليله. شنو هو الغرض بعدا واش؟ اسمع تمشي معايا وتشوف بعينك. خذي ليا ما من البيت ديما صحيتي مضاربه عدس ديما ديما صحيتي صبري.
اعطيني فلوسي وجدت معك الأمانة، خليني نمشي في حالي. كنا غادي نشوف حالنا، إلا هذه غادي تبقى هنا. اعطيني ديري نمشي في حالي. خرج رشيد، خرج، ما تبقاش هنايا، ما عندك علاش تشوف هادشي. خذ السيف في حالك، طلق راسك. صالحة صالحة صالحة، يلا رجعوا للدار، رجعوا للدار ونديروا بحال حتى حاجة ما كانت. أنا مسامحك. علاش الصالحة؟ علاش؟ اش درت لك؟ كنبغيك الصالحة، كنبغيك، كنموت عليك. علاش ما بغيتيش ترجع معايا للدار؟ علاش؟ نعيشو بجوج ونديرو الدراري ونكبرو جميع. قولي لي قولي لي ونسى كل شيء. تفكني بعدها تندوي فك لي يدي. لا ما غاديش نفكرك يدك حتى تقولي لي وتحلفي لي باللي ما غاديش تضغيني وما غاديش تغضري بيا. ما نقول لك هي من حلف ليك، انت شد لي يدي باغي نقول لك هي وتعجب فيا. شفتي كيفاش دايره؟ انا كنت عارفك باللي انت ما كتبغينيش وما باغيش ترجع معايا للدار. ياكي عجبك تعيش عجبك تعجبك باريه توصير ليالي، ها؟ ما بغيتيش تعجبك تبقاي الشيخه، بغيتي يبقاو الرجال كيسكروا على عينيك. ياكي بلاتي لا مش عارف بس لا عرام عليك ما درت لك والو. انا غادي نقطعك طرف طرف كيما قطعتي قلبي، فهمتي؟ شويتيني علاش؟ علاش شويتيني في وسط القبيلة؟ علاش؟ علاش؟ صافي 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 مشعيب عطيني فلوسي. مشعيب مش شوف هادشي. مشعيب عطيني فلوسي. سيف حالاتك يا رشيد، عطيني فلوسي. قلت لك سيف حالاتك. شدي،
واش باغي عدي اش باغي عدي اش باغي عطيني التيسه اش نعطيك التيسه علاش انا ما باغيش نعديك ما باغيش نعديك ما باغيكش ترجع معايا الدار باش ترجع معاك يا مسعيد ما غاديش ترجع معاك هاكم هاكم ما بديش تبقاي معايا غادي توزعي وبزاز منك فهمتي عباد الله انا كنت عندك وانت قصرت كل ليله على كيف بغيت ياك شوفي ما ترجعي معايا يا هادي ما ترجعيش انا غادي نحييك على وجه البر خصني نرجع بغي نعس وخفي الحبس بغي نرتاح ابو شعيب بغي نرتاح ابو شعيب عافاك ابو شعيب